خبر النادي الاهلي طبق غرامه غير الغرامه اللي اتطبقت على حسين الشحات. طبعا الدنيا قامت وما قعدتش على المشهد اللي حصل في المباراه مع بيراميدز. حسين الشحات كان اعتذر للاعب بيراميدز، فعلا المشكله انه كان فيه عقوبه اتطبقت من رابطه الانديه. النهارده النادي الاهلي بقى طبق عقوبته الخاصه 500,000 جنيه كعقوبه على حسين الشحات. ده بعيد عن الرابطة، بعيد عن أي عقوبات تانية. العقوبة التانية بتاعت الرابطة كانت الإيقاف ماتشين، وكان الغرامة المالية قليلة جدا مقارنة بالغرامة اللي وقعها النادي الأهلي. الغرامة بتاعت الرابطة كانت تالي 20,000 جنيه. احنا معنا على التليفون الأستاذ أحمد جلال، برحب بوجودك معانا يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا أستاذ شريف وأهلا بكل مشاهديك. النادي الأهلي صانع الأخبار اليومين دول، سواء بانتقالات ولعيبة أو بجزاءات. الجزاء ال 500,000 جنيه ده اتطبق خلاص؟ اه طبعا اتطبق خلاص. ومن اللافت يا استاذ شريف ان قرارات او اللائحه بتاعه رابطه لجنه المسابقات كانت عاجزه عن توقيع عقوبه اكثر على حسين الشحات، واعتبرت ما ورد وفقا للائحه سلوكا غير رياضي، وبالتالي ده عقوبته مباراتين ايقاف وغرامه 20,000 جنيه، لان المراقب بالنص كده شاف الخناقه ما شافش الاساءه. شاف الخناقه، يعني هو لو كان شاف الاساءه كانت هتفرق طبعا بالنسبه له، هيوقع عقوبه اعلى. طبعا لان كان الالفاظ كانت صعبه جدا، لكن في النهايه الرابطه اتخذت قرارا. وعشان كده بعض الناس كانت بتتساءل هو ليه لجنه الانضباط لم تتداخل؟ يعني طالما اتخذت لجنه المسابقات قرارا فاصبح يعني وجود لجنه الانضباط امر لا محل لهم الاعراب. لجنه المسابقات يجب بها لجنه الاستئناف، وهي اللجنه العليا في اتحاد كره القدم، وقراراتها تفوق قرارات مجلس اداره اتحاد الكره. فبالتالي اصبح الامر في يد لجنه الاستئناف اذا طلب منها التداخل. وبالفعل بيراميدز قدم تظلما الى لجنه الاستئناف، وسيتم النظر فيه بعد 10 ايام وفقا للائحه. يتم النظر في الفيديوهات والوثائق والادله التي سيقدمها نادي بيراميدز. النادي الاهلي وقع عقوبه 500,000 جنيه، اي تتجاوز 25 ضعف اللي طالع من الرابطه. بالظبط كده. لان كابتن الخطيب شاف الفيديوهات واجتمع مع لجنه التخطيط، ويعني عايز اقول لك بمنتهى الصراحه انه بعد ما يعني غضب كابتن الخطيب ان اللي كولر نفسه اصابه الفزع من رد فعل اللاعب بتاعه، لان من الوارد ان انت تتعرض لمضايقات لاساءات، خاصه ان انت لعيب كره كبير وبتلعب منتخب مصر. صحيح. ممكن يحصل ده في بطوله كبيره وماتش مؤثر سواء لبلدك او لناديك. لا، ويبقى برضو عندك رساله واضحه انه مهما كنت يعني ليك سطوتك المهاريه وانك راجل لعيب كبير، لازم تكون قدوه، لازم تبقى قدوه. والتجاوز ده هيكلفك غالي يعني. طبعا. صحيح. يعني اذا كان هناك خطا برضه طبعا، او حسين اعتذر، لكن الاعتذار طبعا لا ينفي ان انت لازم توقع عليك تتحمل مسؤوليه العقوبه. صحيح. لكن ان تاتي متاخرا افضل من الا تاتي. صحيح. هو الراجل اعتذر، لكن هيتوقع عليه عقوبه فعلا في النادي الاهلي من حيث العقوبات الماليه كلاعب محترف. اما الشق الاداري الخاص باتحاد الكره هنشوف بقى لجنه الاستئناف ومن قراراتها ان تؤيد العقوبه او ان تغلظ العقوبه او انت يعني تؤيد او تخفف او تلغي العقوبه. مفهوم. او تغلظها. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ احمد جلال، تحياتنا لحضرتك. بعد